أقامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مؤتمرا صحفيا بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات، وذلك للإعلان عن فعاليتها خلال شهر أبريل المقبل. وأثناء المؤتمر تم الكشف عن خطط الهيئة لإقامة فعاليتين تستهدفان قطاع الترفيه العائلي، وهما عروض شارع السمسم والنسخة الثانية من مهرجان حرفنا، والتي تؤكد على التزام الهيئة بتنمية الحرف التقليدية التي تمتاز بها مملكة البحرين والحفاظ عليها للأجيال القادمة، فضلا عن مساعدة الحرفيين المحليين لتحقيق المزيد من التطور والنمو من خلال منحهم منصة لاستعراض منتجاتهم اليدوية. وحول اختيار شهر أبريل موعدا لإقامة هذه الفعاليات، أشارت هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى أن هذه الفترة تتجه أنظار العالم إلى المملكة بالتزامن مع موسم جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا 1 وفترة العطل والإجازات الخليجية، لذا يتطلب إبراز المقومات السياحية المميزة في البحرين أمام المزيد من الزوار الإقليميين والعالميين، وتشجيعهم على المشاركة لزيادة إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني. طبعا في ابريل عندنا موسمين، موسم اجازات الخليجيه المعروفه باجازه الربيع في المملكه العربيه السعوديه وفي دوله الكويت الشقيقه، وايضا عندنا موسم سباق الفورمولا 1. فللعوائل الخليجيه ان شاء الله بيون ساسمي ستريت من الولايات المتحده الامريكيه بيكون عرضهم في البحرين. العام كان عندنا ديزني، هالسنة عندنا ساسمي ستريت. طبعا أخذنا جميع ملاحظات الزوار، سواء بأسعار التذاكر، سواء ملاحظات بخصوص توقيت نفس هذه المسرحية، وضبطناها على الملاحظات اللي حصلناها. وأيضا عندنا مهرجان حرفنا في نسخته الثانية، العام كان في نفس الوقت في متزامن مع سباقات الفورمولا 1، كان هناك إقبال كبير، وهدفنا إحنا ندعم الصناعة التقليدية في البحرين والحرفيين في مملكة البحرين إن هم يقدرون يبيعون صناعتهم التقليدية. الحرفيين اللي شاركوا 18 العام الماضي استطاعوا أن يبيعون بضاعتهم في أسبوع واحد بما يعادل 3 شهور بالمعتاد. أيضا تكلمنا عن تطوير سوق المنام القديم. طبعا هناك شراكة بينه وبين غرفة التجارة وصناعة مملكة البحرين بتطوير سوق المنام القديم. الدراسة تجهز إن شاء الله الأسبوع الجاي ونعلن عنه هذه الدراسات كلها.